وشوشة. كان في جملة فؤاد المهندس دايما بيرددها في المقالب من الجمهور العادي، من الجمهور العادي، ليه المقصود بان هو دايما يأكد على الجملة دي؟ هل ان الكاميرا الخفية كان دايما يتم اتهامها ان ده انت فبركة والكلام ده، ولا كان ايه المقصود ان انا أأكد على الجملة دي؟ هو الاستاذ الكبير فؤاد المهندس طبعا كان بيقولها كتير، علشان في كان هجوم من الصحافة كان اياميها جامد جدا عليا، وان انا مش معقول الحاجات دي حقيقية وكده يعني. فكان الاستاذ فؤاد المهندس بيطلع تمام في الحلقات يقول ويحلف ان ده حقيقي يعني. وعلى فكرة في تعليق من الفنان الكبير الزعيم عادل امام قالوا يعني كان رائع، قال لو اسماعيل ياسين فابريك كل دول يبقى احنا ناخد اوسكار في التمثيل، يعني كل الناس دي بتأدي الاداء العبقري ده، يعني طالعين طبيعيين كده كلهم يبقى ناخد اوسكار في التمثيل يعني. ده كان تعليق من الفنان الاستاذ عادل امام، جميل كان حقيقه وذكي يعني، لان فعلا مش ممكن يقولوا كل دول مفبركينهم يعني، الا ده احنا مصورين مع اكتر من 1000 يعني. هو انا هقول لك حضرتك حاجه يعني، كلمه الكاميرا الخفيه لا مفيش النهارده، مفيش كاميرا خفيه بتعمل في برامج دمها خفيف جدا، ناس بتضحك مبسوطه، ناس بتتفرج عليها في نسبه مشاهده يعني. لكن عشان نكون صراحه يعني، هي مش كاميرا خفيه. الكاميرا الخفيه لازم يكون اللي بنعمل معاه المقلب وبنعمل يكون مش عارف، فده مش موجود النهارده. بس لكن 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 برامج ناجحه، برامج محدش يقدر يقول البرامج دي مش ناجحه. هل هتكرر نفس الافكار اللي قدمتها من سنين؟ لا، الفكره اساسا بتاعت البرنامج المره دي مختلفه شويه عن الكاميرا الخفيه. هو انا عملت بعد الكاميرا الخفيه حاجه اسمها ما فيناش زعل، كنت انا والاستاذ يوسف معاطي، وبرضه كانت الفكره هي دي زيها، اللي هي كاميرا ظاهره وبنعمل مقلب في حد. الشعب مش زي زمان خالص يعني، هي السلوكيات بدون شك متغيره. انت يمكن حاجه صغيره لسه بس ما شفتيش يعني، سنه انا اشتغلت الكاميرا الخفيه سنه 83، 83 النهارده احنا 2019، في فرق زمني فوق 35 سنه. طبعا ده تغيير ضخم، تغيير الناس متغيره تماما، زائد انه البرنامج كفكر كاميرا خفيه ايام انا ابتديت اتصور الناس ما عندهاش فكره عن حاجه خالص. يعني اعمل معاه المقلب وبعدين اصور له الكاميرا بتصورك هناك ايه، وهو مش شايف الكاميرا ومش عارف. النهارده لو من غير ما اقول لحد حاجه، لو انا وقفت بساله على عنوان يقول انت بتصور، او حتى لو مش انا، لو حد مش معروف برضه الناس بقت مصحصحه، يقول انت بتصور كاميرا خفيه بتعمل فيها مقلب ولا ايه؟ يعني حته المقالب دي اشتهرت قوي خلاص يعني. الناس عندنا وسيلتين، الوسيله الاولى عربيه ميكروباص كده، حط الكاميرا ونحط حاجه اسمها عندنا بنسميها فوندي اسود وماشي بنسميها فوندي، ونفتحها من نص كده عشان العدسه، وتبقى عربيه واقفه بعيد شويه ونصور يعني. دي وسيله. الوسيله الثانيه كنا عاملين كشك لكشاك الخشب اللي بتبقى عند البيوت كده دايما بيبعت فيها حارس وكده، كشك وبرضه فاتحين ونصور منه. ودلوقتي انتوا اصلا المقلب، دلوقتي ما احنا ما بنخبيش الكاميرا. يعني هو ودي حاجه في رايي انا بتساعدنا جدا يعني. انا الفكره دي الحمد لله لما فكرت فيها لقيت ان هي فكره حلوه، علشان هتساعدني بان انا اقدر اصور وما فبركش، ما اضطرش اعمل، انا مش عايز ما اقدرش افبرك يعني، لازم تبقى طبيعيه 100% ان شاء الله. في واحد قلع الجزمه عشان يضربني وانا سامحته وقلت له لا خلاص واعتذرت له، لان انا غلطان يعني. هو انا اقحمت نفسي عليه وعملت فيه مقلب، وده يعني ده مني انا اللي عملت كده، فهو حقه، هو اتضايق من اللي انا عملته يعني، من الموقف اللي عملناه فيه كان بالنسبه له اتعصب قوي فعمل كده. هم جايين عشان هيتخانقوا معاه، هو مش غلطان. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.